طبعا في مسؤولية كبيرة على حضرتك النهاردة. خايف. خايفة من المسؤولية رغم ان انا بعملها في البيت بس يعني قدام المشاهدين هتبقى مختلفة. صعب الموضوع. احنا فتحنا التلاجة لقينا فيها الحاجات دي كلها. معانا لحمة مفرومة. حاجات حلوة وريحتها فريش كده وباينة جميلة. يعني كلها يعني مشتريات مليها. البقدونس معانا زعتر فريش. ومعانا بسلة. ومعانا توست شرايح من التوست مع لحمة مفرومة. وبصل وتوم ده صديق المطبخ موجود دايما. ومعانا قشطة. وعجينة جلاش. حضرتك بتتكلم وانا بترجم. ممكن انا عارف ده مذيعة ترجمة فورية في المخ كده على طول. كلمات نحطها في جملة مفيدة. هنحطها في جملة مفيدة. طيب أول حاجة اللحمة المفرومة والخضرة والثوم والبصل. أنا بحبها قوي يعني. على فكرة في بطاطس كده بعملها. بحط كل المكونات بتاعة المحشي اللي هي الثوم والبصل والشبت والبقدونس والكزبرة الخضرة وممكن الزعتر ده حضرتك بقى هتضيفه. بس احط كمان نعناع وكمون. هي دي التركايه. واحط شويه بقسماط او حمص مطحون. حلو. واعجنهم كويس في الكفته والبقسماط ده هايل جدا بيبقى علشان بيمسكها متبقاش فكه. وهصبعها وتبقى رفيعه. علشان دي لازم الوصايا الاساسيه بتاعت ماما لازم الكفته تبقى رفيعه. أيوة. عشان في التحمير بتدخل. ده انت قلت الوصايا الاساسيه ماما. ما يبقاش شكل الصباع وحش. أيوة. وتخين. مهم جدا. فلازم الكفته تبقى الصباع متساوي ورفيع عشان هو لسه هيتخن في التحمير. تمام. وبعد ما ننشلها بقى من الزيت نطلعها كده نعمل تومه صغيره بنقطه زيت او حته سمنه صغيره وبعدين صلصه تتسبك عليها وبعدين نضيف شويه ميه. اول ما تغلي نحصقطين فيها تنسيش نزل فيها السكر عشان الحموضه بتاعه الطماطم. بجد مشاكل الحموضه بتاعه طماطم الصلصه اللي في الطماطم الصلصه. بنضيف معلقه سكر عشان اللي عنده مشكله مع الكولون والارتجاع المريء هي بتعالج الحموضه وجود السكر فيها. طب حلو قوي دي ترجمت لي حاجات تانية كده. ولازم هنا برضو نبقى نتعلم المدرسه. لها الكلام هياخدنا وهقول لحضرتك بس بعد ما بننزلها بقى. لا الطماطم بتبقى خلاص بقى الكفته بدمعه بقى. تعملي بيتزا تعملي صوص طماطم لاي حاجه. شوربه طماطم هي معلقه سكر لواحد لتر من صوص الطماطم او عصير الطماطم. حلو قوي. هو عموما السكر ده يعني بيتحط حتى في السلطه بنحطه شويه سكر مع الملح او معلقه عسل. صح. معانا قشطه ومعانا عجينه جلاش حزر فزر. حلو قوي. ومعانا زبده. الجلاش برده ممكن اللحمه المفرومه تتعمل طبعا يتعمل حادق. جلاش باللحمه المفرومه بس تبقى متعصجه. وممكن جلاش بالجبنه. معايا جلاش صوره مفتوحه الجبنه بالزعتر او بالفلفل الاخضر. ونضربها في الكبه وتتعمل برده جلاش ده حادق ويبقى حلو قوي على السفره. حلو. وبالمناسبه انا بعملها من اول رمضان عشان الولاد بيحبوها الجلاش. جلاش يعني بالجبنه بيحبوه قوي مع يعني صدفه ان انا عامل المنيو النهارده على مزاجك. وممكن بقى نعمله حلو بس انا عمري ما عملته بالقشطه. انا ممكن اعمله بالمكسرات. حلو. ومش لازم مكسرات يعني بندق وفستق ممكن سوداني مع الزبيب مع جوز الهند بيدي طعم حلو خالص ويبقى جلاش حلو. ويتسقي شربات يا شباب دي شاطره جدا في المطبخ ده يعني المفروض انت حضرتك النهارده اللي هنقف مساعد بتاعي. لا يا نهار ابيض احنا ما نقدرش جنب حضرتك نقول حاجه يعني. لا احنا الجلاش على فكره نقدر نعمله الزنين الست نعمله بالجلاش بالقشطه. نعمله حلو. نعمله انا بدخله الفرن الاول يستوي. وبعدين بعد ما يطلع اسقيه بقى ياخد الشربات بتاعه. بس ببقى دهن الوش بسمنه, كده. بس لازم يكون الشربات بارد والجلاش سخن. ايوه ده لازم. برضو ماما دايما كانت تحفظني دي وانساها ولما اجي اعمله اكلمها اقول لها هو حضرتك قلتي لي ايه لازم يبقى بارد وايه اللي يبقى سخن. عشان يبقى السمول قدره دي بتفكرك بيها بقى القدره الحلوه دي الفول ولا ايه؟ فول اساسي دي ما فيهاش غير فول. طبق الفول على السحور الفول عندنا مختلف. اساسي. فعلا انا بحب الفول في السحور قوي. طب معانا طحينه ومعانا فول. هعمل الفول النهارده بالطحينه وزيت الزيتون. حلو قوي. بس على طريقتي ولا أنا بحبه. ولا للسحور؟ للسحور. احنا دايما معانا طبق سحور كل يوم يعني بنريح ست البيت كمان في ان هي ما تفكرش في السحور. طب وهو الطحينه ما تعطش؟ ما هي دي تركايه بقى. ان انا ازاي انزل بالطحينه على الفول امتى وما تعطش اللي صايم تاني يوم. ما تعطش اللي صايم. طب حلو. على فكره الفول من الاكلات الموثقه في اكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا بموسوعة الأغذية الشعبية المصرية. دي واخدة التوثيق الرسمي بالشعار المصري. أيوة هي وهي أكلة مصرية. والموسوعة الأغذية الشعبية المصرية هي إحدى مخرجات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يعني العالم كله بيشهد بكده. وبالتعاون مع المركز القومي للبحوث
مؤلفين هذه الموسوعة معانا الدكتور مجدي السيد والدكتورة نهال سامح. حلو قوي. طبعا انا مستمتع، انا شخصيا بعرف حاجات ما كنتش اعرفها، شفت العلم ده كله والسنين في المطبخ دي كلها، يعني ان انا اعرف ان الفول المصري متوثق والعالم كله يشهد، سواء باميه، فول، كشري، كشري، لا لا لا، سخينه اللي هي بتتعمل من الرز والخضره، حاجات كتيره يعني لما نقراهم كده سمعا وطاعا. والعلم لما يتكلم والطعميه دي اساسي، الطعميه بتاعتنا المصريه بقى بالخضره بتاعتنا اساسي، والابحاث العلميه لما تتكلم سمع حس، مفيش كلام بعد كده.